مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. كشفت وثائق استخباراتية أمريكية رفعت السرية عنها مؤخرا أن واشنطن سمحت عمدا بقيام الدولة الإسلامية من أجل عزل نظام الرئيس بشار الأسد. ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى أغسطس آب من عام 2012. ونقل موقع أرتي أن دقة التنبؤات وتحليل الأحداث كما أوردتها الوثائق تثير الدهشة عند مقارنتها بالأحداث في السنوات التالية، ومنها أن نظام الأسد لن يسقط وسيحتفظ بالسيطرة على مساحات من الأراضي السورية، وأن الوضع سيتحول إلى حرب بالوكالة. كما توقعت الوثائق انسحاب الجيش السوري من الحدود مع العراق ليواجه حرس الحدود العراقي مخاطر ضخمة. نتابع تقرير مراسلنا لطفي مبروك ثم نعود للحوار. وثيقة لافتة قالت مؤسسة جديسل واتش الأمريكية أنها مسربة من البنتاغون، ما فادها أن واشنطن سمحت بقيام تنظيم داعش. الوثيقة تتعلق في الأساس بأحداث بنغازي عام 2012، وبغض النظر عن حقيقة تسريبها فإنها تضمنت أيضا تنبؤات وتوصيات حول تطور الوضع في سوريا والعراق، ومنها بقاء النظام السوري واحتفاظه بمساحات من الأراضي، تحول الوضع في سوريا والعراق إلى حرب بالوكالة. تشير الوثيقة كذلك إلى أن دولا غربية وخليجية وتركيا ستدعم المعارضة السورية للسيطرة على أراضي محافظتي الحسكة ودير الزور، وستعمل الدول نفسها على إقامة مناطق عازلة في سوريا بحماية دولية على غرار بنغازي الليبية في 2011. نقطة أخرى تتحدث عن انسحاب القوات السورية من الحدود مع العراق، على أن الأهم في تقييمات محللي المخابرات الأمريكية هو تأكيدهم على احتمال قيام كيان سلفي في شرقي سوريا، والمقصود هنا ولا ريب هو المولود لاحقا تنظيم داعش. وعمليا إذا ما قرنت هذه التنبؤات بما جرى في المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث التي تلت تاريخ رفع الوثيقة إلى البنتاغون، فإنها تكاد تكون كلها مجسدة على الأرض. وتثير استراتيجية الولايات المتحدة تجاه داعش لغة كبيرا في الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية، فقد ذكر إيلي ليك الخبير الأمريكي في الشؤون الأمنية أن المخابرات علمت بخطط داعش ولم تخبر أوباما، وأن بعض حلفاء واشنطن ربما لا يرغبون في تدمير التنظيم. إعلاميا وشعبيا توضع جهات سياسية وأمنية غربية وحلفاء لها في المنطقة توضع في دائرة الشك والتورط مع داعش سعيا لتنفيذ مخططات خطيرة، لا سيما وأن بوصلة تحريك تنظيم داعش باتت وفق متابعين تتجه شيئا فشيئا نحو البلدان العربية التي ما زالت تحافظ على تماسك جيوشها. لطفي مبروك، RT. ولحوار الليلة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي صافي سعيد، ومن واشنطن المحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بكما معي في هذا الحوار لهذه الليلة. لو أبدأ معك أستاذ صافي سعيد من تونس، ما هي العلاقة المحتملة بين تنظيم داعش وما بين الولايات المتحدة؟ الوثائق تقول بأن الولايات المتحدة سمحت بإنشاء هذا التنظيم وكانت تعلم بالأمر مسبقا من أجل عزل وربما حتى إسقاط نظام الأسد. العلاقة لم تعد محتملة، هي العلاقة مكشوفة في الواقع من البداية للمتابع وللمؤرخ الآني، المؤرخ الذي يشتغل في الساخن في الحقول الساخنة، واضحة العلاقة. تبقى فقط نهاية اللعبة سيخبرنا عنها المؤرخون الكبار عندما يعالجونها كتاريخ بارد، تاريخ مضى وانتهى، لكن اللعبة تلعب الآن. وكان واضح من البداية أن منطقة الأنبار هي منطقة عزل بين النظام في بغداد وبين النظام في دمشق، لأن ذلك هو طريق الدعم من طهران، طريق الدعم لدمشق، وذلك هو القوس الشيعي الذي كانت تتكلم عليه أنظمة السنة في العالم العربي. وبالتالي خلق نظام العازل هذا لابد من أدوات. في البداية بدأت الاحتجاجات، احتجاجات السنة كمهمشين وكمعزولين عن العملية السياسية في العراق، ثم تطور هذا الاحتجاج ليصبح منظمة إسلامية أوتي بكل
يعني عباقرة التنظيمات السرية وبكل ما تبقى من المجاهدين ومن القاعدة ومن هنا ومن هناك، وتشكلت هذه التنظيمات وأصبحت أنه تحت نظام الدولة الإسلامية، وهو عنوان كبير لما يسمى بالفوضى الأمريكية التي يشتغلون عليها لإعادة بناء نظام يتناسب مع مصالحهم، نظام يعني يتأسس من جديد ونظام يخلف نظام سايكس بيكو، لأنه سايكس بيكو ليس بنظام أمريكي، هو نظام موروث، نظام أوروبي فرنسي إنجليزي موروث ورثه الأمريكان. الآن يريدون نظامهم في المنطقة النظام الأمريكي الخالص. طيب يعني باختصار داعش هذا صنيعة أمريكية أو تطبيق لنظرية الفوضى الخلاقة، يعني تدمير الشعوب هو فيها كل شيء. داعش التقى فيه الأعداء والأصدقاء، التقت فيه كل السيناريوهات، التقت فيه كل الطموحات، كل الأحلام والكوابيس. داعش هو الدليل على فشل الثورات والربيع العربي. كلامك مش واضح، سأوضح لك. داعش هو عنوان فوضى من أجل التفتيت، مزيد من التفتيت للسيطرة أكثر ولإعادة التركيب من جديد بعد التمحيص والتدقيق. داعش هي فشل على الثورات والربيع العربي. داعش هي ما يسمى، هي ما يقابلها في سنوات سابقة في أفغانستان هي الطالبان. كيف خلقت الطالبان؟ الطالبان خلقتها المخابرات الباكستانية مع الأمريكان بعدما فشل المجاهدون، وعندما وصلوا إلى كابول وبدأ الصراع فيما بينهم، جاءوا بتنظيم آخر ثالث بقوة ثالثة وسيطرة. من الذي أسس طالبان؟ أعتذر منك. ليس هذا فقط. أنت خمس دقائق أعطيتك الكلمة خمسة دقائق، يعني ضيفي الآخر سوف يحتج علينا. تفضل حبيبي. فقط الفكرة. أستاذ أحمد فتحي، استمعت إلى كل هذا الكلام. هذه صنيعة ومعول لتدمير الشعوب وتفتيتها وخلق نظام جديد يكون في صالح الغرب والولايات المتحدة تحديدا. شكرا أستاذ كمال، وتحية لضيفك من تونس الشقيقة الأستاذ صافي سعيد. في البداية أنا أختلف مع تحليل زميلي الأستاذ صافي سعيد حول الوضع. هو يقول داعش صنيعة أمريكية بهدف إنشاء نظام موالي للولايات المتحدة والغرب. نعم. هذه الأنظمة التي كانت قائمة في المنطقة قبل الربيع العربي لم تكن موالية للولايات المتحدة والغرب. ماذا فعل حسني مبارك على مدار 30 عاما؟ كان يعمل بجدية وبولاء منقطع النظير لتعزيز وترسيخ العلاقات المصرية الأمريكية. يقول الأنظمة العربية الخبراء في الوثائق، أحمد فتحي، يقول الخبراء من هذه الوثائق بأن الهدف من هذا التنظيم هو تفتيت الدول القطرية الموجودة واستبدالها بكيانات صغيرة طائفية متصارعة فيما بينها، ومن هذا المنطلق بدأنا نسمع بالتقسيمات التي ستحدث في سوريا والتي ستحدث في العراق والتي ستحدث في كل الدول التي يضربها داعش بما في ذلك ليبيا. عفوا، الوضع العربي الداخلي والتقسيمات التي من المتوقع أو من المنتظر أن تحدث، وإذا أخذنا نموذج العراق، هل الولايات المتحدة من أجبرت رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور الدين المالكي على تشييع الدولة العراقية وتهميش السنة؟ هل هذا كان صنيعة الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة عرضت معاهدة. طيب أليست الولايات المتحدة يا سيدي الكريم، أليست الولايات المتحدة هي الدولة المحتلة للعراق وهي التي كانت تمتلك زمام السلطة في العراق؟ من سلم السلطة للمالكي؟ من سلم صدام حسين من السجن إلى المالكي؟ من جاء بأتباع إيران من إيران إلى العراق؟ من فعل كل هذا؟ ألم تكن أمريكا والجيش الأمريكي في العراق؟ سيدي الفاضل، كان هناك ترتيبات لنقل السلطة. الولايات المتحدة لم تريد استعمار العراق للأبد. النموذج الأمريكي الإمبريالي إذا جاز الوصف لا يعتمد على الحكم المباشر للدول والمستعمرات، هذا يختلف عن النموذج الأوروبي تماما. ولكن كان نقل السلطة إلى الملك تم بإرادة شعبية عندما عقد استفتاءات وانتخابات بعدها
فاز المالكي واحترمت الإدارة الأمريكية الجديدة بعد إدارة الرئيس جورج دبليو بوش إرادة الشعب العراقي ولم تتدخل. ولكن هل تدخلت الولايات المتحدة في تشكيل الجيش العراقي الذي أصبح الوظائف فيه والرتب تباع وتشترى مثل البضائع؟ كان هذا صنيعة المالكي. للأسف كان خلال عهد صدام حسين طرد يعني ذهب المعارضون الشيعة وأقاموا في إيران، وأنا من هوشيار زباري وزير الخارجية العراقية السابق قال بالنص أن لا تستغربوا من النفوذ الإيراني في بغداد، لأن جميعهم جميع أركان السلطة أنت تطرح مسؤولية الفساد ومسؤولية الطائفية، وطرحت الموضوع العراقي مثال على ذلك. أستاذ صافي سعيد، للأسف انقطعت الصورة، لا أدري إن كان يمكن أن يكون معنا من جديد. أستاذ صافي سعيد أنت معنا، معلش الصورة متقطعة، لا أدري إن كنا يمكن أن نحاور ضيفنا من تونس أم لا، لكن ذهبت الصورة، سوف نكمل معك أستاذ صافي سعيد. هل أنت معنا؟ نعم. طيب، يعني استمعت إلى ما قاله ضيفي من نيويورك، هل لك من رد على ذلك؟ للأسف ذهبت الصورة، الصورة في تقطع مستمر ريثما يتم إصلاحها. أستاذ أحمد فتحي، أنت تتحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي الفساد والطائفية وكيف تذكي هذه الأشياء وتساعد على قيام تنظيم الدولة الإسلامية. لكن هناك من يقول لك أن الولايات المتحدة هي التي فشلت في تجربتها، هي التي فشلت في تجربتها العراقية، هي من أسس الجيش العراقي، هي من دربه، هي من سلحه، هي من جمعت كل هذه العشائر وشكلت الطيف السياسي الحالي. نظريتها وتشكيلها للوضع الحالي كانت خاطئة من البداية. عفوا، الولايات المتحدة لم تؤسس الجيش العراقي، تأسيس الجيش العراقي تم عن طريق الحكومة العراقية في ذلك الوقت، حكومة المالكي. ما قامت به الولايات المتحدة هو التدريب والتسليح. هي تستطيع العراق أن تشتري سلاحها من أي دولة أرادت، هي دولة مستقلة وذات السيادة وعضو عامل في منظمة الأمم المتحدة. ولكن أنا أحب أن أضيف شيء، يعني للأسف المثقفين العرب بصفة عامة يلقون بالمساوئ التي تحدث في دولهم والمنطقة دائما على عاتق الولايات المتحدة. هل مفروض الولايات المتحدة أن تقوم وتحكم المنطقة العربية حتى نتخلص من هذه الأوبئة؟ طبعا الولايات المتحدة لا تتحمل كل الموبقات العربية، العرب أيضا لهم نصيب وافر مما يحدث. لكن دعني أعود إلى ضيفي من تونس أستاذ صافي سعيد، انضم إلينا. نعتذر على الانقطاعات التي كانت في الصورة، لم نتمكن من التواصل. يعني إذا كنت استمعت، إذا كنت استمعت إلى ما قاله ضيفي، هل لك من رد؟ تفضل. أشوف، شوف، موبقات المثقفين العرب والنخب العربية كثيرة بدون شك. نعم. واتهاماتهم للآخر دائما كثيرة بدون شك. لكن فيما يتعلق بداعش، ونحن نتحدث اليوم عن داعش وعما يسمى بمخلفات أو رماد الربيع العربي، يجب أن نرى جيدا ما يدور حولنا اليوم. احنا لا اقول انا من اجل التفتيت العالم العربي، ولم يعد يخيفني هذا التفتيت، لانه العالم العربي هو مفتت. لكن التفتيت زائد تفتيت قد يصنع بعد ذلك من منه نظام اخر جديد، لانه مبدا الفوضى، زراعه الفوضى، هو لابد من السيطره عليها ذات يوم، والفوضى هي التي تخلق نظام آخر جديد. قال هذا معناتها البحث عن المعنى داخل لا معنى. لحظة أقول لك، أعطيك أنا عمري ما كملت فكرتي. راح تكمل فكرتك، أعطيك الفكرة اللي قالها ضيفي من نيويورك حتى يتسنى لك الرد عليها. قال لك ليست الولايات المتحدة هي من ساعد على تأسيس داعش، إنما الطائفية والفساد والديكتاتورية الموجودة في بلدانكم العربية هي التي وفرت تربة خصبة لنشوء هذا التنظيم وتنظيمات أخرى. يا حبيبي هذا ليس بجديد. الشروخات والصدعات، لا اسمعني، الشروخات والصدعات والصراعات في العالم العربي عميقة جدا جدا جدا. والصدع الكبير، احنا نعيش في منطقة يسميها هانتينغتون منطقة الصدع الكبير. احنا عندنا صدع بين اصحاب ثروات وفقراء، شعوب فقيرة وحكومات غنية. احنا عندنا صدع بين
أديان، عندنا صدع بين عرقيات، بين شعوب، بين دول هشة، بين عدم افتكاك وعدم قدرة على التحكم في سياداتنا. عندنا صدعات كثيرة، وعندنا نخب منفصلة ونخب غير متصلة بشعوبها، ونخب يعني غريبة ومتغربة ومتغربنة. هذا كله عندنا، لكن أنا نحكي اليوم أنه فيما يتعلق بإعادة تقسيم العالم العربي. العالم العربي اليوم يعد 22 دولة. أنا أقول لنفسي ماذا لو أصبح 42 دولة؟ ما هي أوروبا تقسمت 3 مرات في القرن العشرين، بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية ثم بعد جدار برلين. لكن تقسمت، لكن من ثم المسؤول؟ توحدت. من لحظة المسؤول؟ لحظة شوي يا أستاذ صافي سعيد، من المسؤول؟ يا أنا لا أبحث عن المسؤول. التاريخ ليس فيه مسؤول، فيه كلنا نحن مسؤولون. لا نتحدث عن التاريخ، نتحدث عن الواقع يا أستاذ صافي سعيد. أمريكا نتحدث أمريكا عن الواقع. ليبيا الآن، ليبيا الآن مقسمة بين شطر شمال غربي وشرقي. هل يتحمل المسؤولية هؤلاء الذين في طبرق والذين هم في طرابلس، أم يتحمل المسؤولية داعش الذي هو في سرت، أم نلقيها على الولايات المتحدة؟ أجبني يا ول. أنا لا ألقي شيء. أمريكا ما كانت تقدر على خلق داعش ولا على الطالبان ولا على كذا لو لم تجد لاعبون صغار محليون، لو لم تجد الأبطال الصغار المحليون الذين يبحثون عن الاعتراف ويبحثون على الجاه ويبحثون على المال ويبحثون على السلطة. أنا لا أتهم أمريكا، لكن أمريكا هي تلعب وتلاعب، وأمريكا تدافع عن مصالحها، وأمريكا نظام إمبراطوري. هي تلعب في الشرق الأوسط كما تلعب في شمال أفريقيا كما في شرق أفريقيا وآسيا طيب. الوسطى كما في شرق أوروبا كما في كل مكان هي أمريكا تلعب. لكن من هم اللاعبون الخاسرون دائما عندنا؟ هم الحكام ثم طيب. النخب ثم الشعب، هو العشب المهشم تحت أقدام هؤلاء الفيلة. طيب. العالم العربي لو تقسم 42 دولة أخرى وعاد ليتوحد على الطريقة الأوروبية فأهلا بالتقسيم، لكن هذه فوضى ذاهبة نحو الغبار ونحو الاقتتال الأهلي، هذا ما نخافه. لكن أنا لا أضع المسؤولية، لأنه قلت لك صناعة التاريخ ليس فيها مسؤول واحد، ولا نعرف النهايات إلا بالنهايات، إلا عندما يصبح هذا التاريخ كتلة جامدة باردة يأتي من يشرحها ويقول لك شكون المسؤول وشكون اللي ما كان مسؤول. طيب أستاذ أحمد فتحي، استمعت إلى كل هذا الكلام، أضيف لك ما قاله الكاتب والمؤرخ الأمريكي الشهير ويبستر تاربلي. قال الولايات المتحدة لو شاءت لقطعت عن جماعة داعش الإرهابية كل وسائل الاتصال على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. شوف أنت عندك ما عدد الحسابات الآن على فيسبوك لداعش، وعلى يوتيوب لداعش، وعلى تويتر لداعش. هل الولايات المتحدة عاجزة عن قطع كل هذه الحسابات؟ لماذا تتركها تسرح وتمرح؟ يجب عندما نتعامل مع استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي على الشبكة الإنترنت، يجب أن نعلم أديك رقم مثلا محدد وهو رقم رسمي من تقارير أممية، أن عدد المقاتلين الأجانب المنضمين لداعش بلغوا 25,000 مقاتل أجنبي انضموا إليهم في سوريا والعراق. هؤلاء 25,000 يأتون من 100 دولة وأكثر، وعلى فكرة أغلبهم من تونس، من بلد خونا داعش على صافي سعيد اللي رام في سوريا الآن. من تونس تحديدا حوالي 4,500 إلى 5,000 مقاتل. راح أعطيك الكلمة، لدينا 25,000 وليست لدينا داعش إلى حد الآن. نعم. طيب نعم. أحمد فتحي تفضل. النقطة الثانية، هؤلاء المقاتلين الأجانب الذين ينضمون يوجد منهم أفراد بتخصصات متعددة سواء علمية أو تقنية. أنا أتفق جدا أن استراتيجية داعش الإلكترونية ناجحة وفعالة ورسالة، لكن لماذا عجزت؟ سؤالي كان لماذا عجزت الولايات في غاية المتحدة الاحترافية؟ لماذا حتى الآن عجزت الولايات المتحدة عن لجمها الإلكترونية؟ طبيعة الشبكة العنكبوتية عندما إنهم لا يعملون من دولة واحدة يا سيدي، عندما يظهر حساب على تويتر أو على الفيسبوك أو على أي شبكة أو على اليوتيوب
بالتالي ويوضع تحت المنظار أليس الفيسبوك أمريكي؟ يعني أليس تويتر أمريكي؟ يتم إغلاقه على الفور. أليس اليوتيوب أمريكي؟ أليس الفيسبوك وتويتر ويوتيوب كلهم أمريكيون هؤلاء؟ لماذا لا يغلقون هذه الحسابات؟ التويتر يوجد أكثر من مليار حساب عليه يا سيد الفاضل. يعني هناك يجب أن يكون هناك عمل جماعي. تأكد أنك لو قمت ليست مشكلة عربية أو إسلامية لو قمت أنت أو قمت أنا ببث أي فيديو منافي للأخلاق في غضون ساعات قليلة يتم حذفه، كل شيء مراقب. لا تقول أن هناك شيئا ليس مراقبا. هذا يتم حذفه بناء على بلاغ أفراد أو هيئات تتابع صفحتك أو رأته على صفحتك. يمكن أن يحدث ذلك، وهذا يحدث حتى على أشياء أصغر وأتفه من ذلك. ولكن يجب أن يتم، يعني يجب أن يكون هناك استراتيجيات مختلفة للتعامل مع داعش على نطاق دولي. عندما نقول المقاتلين وليس المؤيدين أو المتعاطفين أو المتعاورين مع داعش يأتون من 100 دولة، هذه مشكلة عالمية وليست عربية وإسلامية فقط. طيب أستاذ صافي سعيد، استمعت هذا الكلام، هل لك من رد؟ نعم. تفضل. والله أنا مع احترامي للسيد فتحي، أحمد فتحي، واستمعت إليه جيدا. أنا مثلك يعني لا أعتقد بأن أمريكا عاجزة عن غلق هذه المواقع، ويعني ولا أعتقد كمان أنه أمريكا غير قادرة على كشف ارتال داعش ودبابات داعش وأسلحة داعش وجنود طيب. لماذا داعش يتركونهم سوى في العراق وهي منطقة صحراوية مفتوحة للجميع؟ وأنا لا أعتقد أيضا أن هذه الدول المحيطة أن هي لا تمد بداعش بالدعم وبالمال وبالرجال وتفتح لها الحدود وتعطيها حتى الجوازات السفر وتشتري منها البترول وتشتري منها كل شيء. أنا أقصد هنا تركيا وأقصد ربما السعودية وأقصد ربما حتى الأردن. وأنا أعتقد أن داعش هي الدولة أو الدولة الإسلامية هي الدولة العازلة الثانية في هذه المرحلة، وهي التي ستعزل بين دمشق وبغداد، وهي لكنها ستتمدد. ونحن لو رأينا جيدا الخريطة ستتمدد لنحو اليمن وستتمدد نحو شمال إفريقيا وستتمدد وهي ممددة في سيناء، وهي ستتحالف مع السودان قريبا، وهي ستوصل وستصل إلى بوكو حرام وستتمدد. يعني إذا كان عندك وأنا معلومات أعرف أنا إذا كان عندك معلومات أنت بحكم أنك باحث في هذا الموضوع فقط اسمع سؤالي فقط حتى جاوبني. أعطيني فقط معلومات، من يدعمها وما هي طرق التمويل إذا عندك معلومات؟ الأمريكان بكل استخباراتهم لحد الآن لم يعرفوا كيف تمول داعش. ليس صحيح. تدعم، واليوم نعرف احنا كيف يسافر المال وكيف يذهب المال وكيف يأتي الدعم. وإذا كان الناس يمرون، المقاتلون يمرون من 25 دولة كما يقول سيد أحمد، ويذهبون فهم على الأقل كائنات يعني مرئية ومادية وتمر، فما بالك بالأموال؟ الأموال موجودة والبيع والشراء موجود والتعاون موجود والتسليح وحتى الجرحى والذين يريدون العلاج فهم يعالجون في تركيا وفي غير تركيا. وأنا أقول لك أنه هدف الدولة الإسلامية هو صحيح هي صناعة أمريكية محلية سعودية تركية بالذات تركيا لعبت دور باكستان في طالبان، والسعودية لعبت نفس الدور في طالبان وفي داعش، وأمريكا هي الراعية الكبرى. ولكن اليوم داعش راهي ستنفلت من عقال الأمريكا وسيصبح لها كل الذين ذكرتهم يحاربون داعش. كل الذين ذكرتهم يقولون أنهم يحاربون داعش. باهي أوكي، هم يقولون يحاربون داعش، لكن لأن داعش بدأت تنفلت من مشروعهم، لأن داعش أصبح لها طموح وأصبحت لها سياسة وأصبحت لها أرض وحدود وأصبح لها أهالي وأصبحت لها مسؤوليات، لأن داعش تتمدد، ولأن داعش هدفها الكبير هو مكة، وهدفها الكبير هي بناء الدولة الإسلامية من اليمن حتى لبوكو حرام حتى لشمال نيجيريا حيث عبدان وكاتسينا وكانو. واليوم بوكو حرام هم جزء من داعش، جزء من الدولة الإسلامية، وداعش اليوم في سرد. ونحن نعرف أن العالم العربي هذا سيتقسم وسيتهشم وسيتفتت، ولكن كله حسب أماكن ومواقع الثروة.
الشعوب ستبقى في أماكن محصورة جوعة، والثروات ستسحب من تحت أقدام شعوبها وتستفيد منها الدول الكبرى، وهذا نشاهده بيوم العين في ليبيا، ونشاهده حتى في العراق، ونشاهده في سوريا. نشاهده في سوريا، ثروات سوريا اليوم تباع وتشترى وتباع وتشترى. إذن لا تقل لي من أين يتمولون. أعطيتك الفرصة حتى ما حتى لا تغضب علينا، يعني أعطيتك الحق الكامل أنك تحكي وما قطعتكش. أستاذ أحمد فتحي، الآن لك ربما أن ترد على ما قاله أستاذ صافي سعيد قبل أن نتحول. أوكي، في البداية هتحدث أولا على من يمول داعش. داعش منذ عام تحديدا، ومنذ العاشر من يونيو حزيران، وهو تاريخ سقوط مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة في دولة العراق، أصبح لديها التالي: 500 مليون دولار نقدا من احتياطيات البنك المركزي العراقي في الموصل، سبائك ذهبية لا نعلم قيمتها الحقيقية ولكنها بمئات الملايين وقد تصل إلى مليار دولار، أرصدة بالدينار العراقي غير معلومة حجمها الحقيقي حتى الآن. أضف إلى ذلك أبار نفط، مصافي بترول، موارد سيادية، موارد مائية، أراضي زراعية خصبة، وآثار لا تقدر بثمن. بالنسبة للبيع والشراء، إذا أخذنا النفط على سبيل المثال، أتفق أن بعض رجال الأعمال الأتراك كانوا يتعاملون مع داعش عندما كان سعر برميل النفط 100 دولار كانوا يشترونه ب 35 دولار، وهذا ليس من عندي ولكنه من تقارير أممية. و 25 بالنسبة للمشتري الآخر للنفط من داعش، ولا تستغرب يا أستاذ صافي سعيد أنه كان النظام بشار الأسد في سوريا. طيب، كان يتاجر مع داعش. الآثار، أوروبا، المقتنيين في أوروبا الشرقية كانوا يجمعون ويشترون هذه الآثار بأبخس الأسماء. هذه بالنسبة للتمويل. بالنسبة للنقطة الأخرى التي ربما لم نتطرق إليها، هي الخطاب الديني في المنطقة. إذا أخذنا العالم السني على سبيل المثال، وهو يعني متفرق، سنرى أن مؤسسة مثل الأزهر أثبتت أنها فاشلة فشل ذريع، وأنها خارج نطاق الزمن في القرن 21، وأن مناهجها في حاجة إلى إعادة مراجعة، ولكن للأسف لظروف أنهم أصبحوا مطية لأي نظام يحكم، يخرجون بعد الوقت بتصريحات وفتاوي تحت الطلب لتجريم داعش، ومناهجهم تؤيد منهج داعش. طيب، يجب هنا أن نطور الخطاب الديني والمناهج الدينية. أستاذ أحمد فتحي، أمامنا دقيقتين لننهي هذا الحوار، دقيقة للأستاذ صافي سعيد ودقيقة لك. أستاذ صافي سعيد، لو نبدأ معك، ما هي الاستراتيجية الأمثل لمحاربة تنظيم الدولة رجاء الآن؟ إلى حد الآن ليس هناك من استراتيجية لمحاربة هذه الدولة الإسلامية. وكل استراتيجية توضع هي فيها نوع من المنفعية والبراغماتية والتقاسم إلى حد أن تتفتت وتصبح هي الرابح. وداعش بدأت تربح وبدأت تضع في كل شيء في رصيدها، وأصبحت متمتعة بكثير من الاستقلالية عن الذين دعموها في البداية. وككل تنظيم سياسي أو منظمة سياسية في البداية تبدأ أنه هي متبنات من جهة أو اثنين، ثم تستقل أول ما تستقل عن هؤلاء الذين تبنوها أو خلقوها أو زرعوها، لأن تريد أن تستقل يصبح لها مشروع. داعش أيضا فيها ناس يفكرون، فيها ناس يخططون، فيها ناس يقاتلون، هناك جاذبية في العالم الإسلامي لداعش، هناك من ينتظر الدولة الإسلامية في العالم الإسلامي في العالم العربي المهتك والمقموع والذي يحتاج إلى أي نفحة حرية حتى ولو كانت كاذبة. وأنا أعتقد أن مشروع داعش سيكون كاذبا. انتهى الوقت. أنت الآن تدخل في وقت ضيفنا الثاني. تدخل في وقت ضيفنا. أستاذ أحمد فتحي، تفضل، ما هي الاستراتيجية الأمثل لمحاربة التنظيم؟ في عجالة، في نقاط سريعة، يجب أولا أن يتم إقامة قاعدة بيانات يشارك فيها جميع دول العالم للمقاتلين المحتملين انضمامهم إلى داعش، وأن تكون هذه قاعدة البيانات
يسهل الوصول إليها من جهات إنفاذ القانون في هذه الدول وضباط الهجرة والجوازات. نعم. ثانيا يجب أن يتم تطوير استراتيجية رقمية للتعامل مع داعش على الإنترنت، مواجهة فكرية وعقائدية. ثلاثة يجب تطوير الخطاب الديني وربما تشكيل هياكل موازية لمؤسسات مستقرة مثل الأزهر الذي فشل في التجاوب مع متطلبات العصر الحديث. ربما يكون أن أمامنا تحدي أننا يجب أن نطلق منظمة أو مؤسسة أخرى على هذا النطاق. شكرا. أخيرا يجب أن يكون باختصار. هناك مراقبة أكثر على المؤسسات المالية في العالم. شكرا. شكرا جزيلا لك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، وأشكر أيضا ضيفي من تونس المحلل السياسي صافي سعيد. شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حوار هذه الليلة، خصصناه إلى نشأة داعش ومن يقف وراءها وكيف السبيل إلى مواجهتها. شكرا لكم وإلى اللقاء.